يعني باختصار الحصيلة اليوم أنا أعتقد في المجال العسكري كانت جيدة، هنالك إضعاف لحركات التطرف اللي بنشوفها وحركات الإرهاب، لكن في البعد الثقافي ما زلنا أمام خطوات طويلة وبعيدة، ونخشى ما نخشى من يتتبع حركات الإرهاب والتطرف في العالم الإسلامي تحديدا، يرى أن النسخة تولد النسخة، في حالة استنساخ القاعدة ولدت داعش، داعش يمكن أن تنتج نسخة جديدة أكثر توحشا، وبالتالي كما قلت علينا أن نتتبع جذور الإرهاب، أن نتعامل مع الظاهرة أولا باعتبارها تخصنا كذات عربية مسلمة ولادة من الذات، وباعتبارها أيضا صناعة يتدخل فيها الآخر ويمولها. ولهذا كان من الضروري يعني طرح هذا النقاش والوقوف على جذور هذه الأزمة.